اهلا بكل اصحابنا في رحلتنا السعيده وباصحابي اللي معايا النهارده وحكايه جديده من حكايات ماما سماح. حكايتنا النهارده يا اصحابي عنوانها غريب جدا جدا جدا. احنا عارفين دايما ان الكنز ده حاجه قيمه، حاجه غاليه، لكن قصتنا النهارده عارفين اسمها ايه؟ ارخص كنوز. في كنز ممكن يبقى رخيص؟ لا. قصتنا بتبدأ في عصر قديم قديم قديم، زمان زمان زمان، ما كانش لسه فيه عربيات ولا كان فيه قطارات ولا كان فيه وسيلة مواصلات غير الجمل. كانت الجمال بتمشي في الصحراء شايلة البضائع من بلد لبلد عشان تبيعها، والتجار الكبار القافلة بتاعتهم، قافلة دي يعني جمال كتير ورا بعضها بتمشي ورا بعضها بيسموها قافلة، كل جمل منهم شايل بضائع كتير يسافر من بلد لبلد يبيع البضائع دي ويرجعوا بالفلوس عشان يشتروا بضائع تانية، وتمشي كده ايه واحدة واحدة التجارة. التاجر عمران كان عنده ولد اسمه عمار. عمار في يوم من الأيام جاء قال لوالده التاجر عمران: أنا عايز بقى مرة أطلع لوحدي في قافلة من قوافل التجارة، أنا طلعت معاك كتير يا والدي وعرفت إزاي أنت بتتصرف، زي ما أنت بتعمل أنا كمان هعمل. التاجر عمران قعد يفكر وقال: معقولة أسلم عمار القافلة الكبيرة دي قوي والبضائع الكتيرة قوي دي، هو هيعرف يتصرف؟ والدة عمار قالت: أنا عندي حل كويس وممكن يحقق لعمار الطلب بتاعه في الوقت نفسه يخلينا نبقى مطمنين عليه. قال لها: إيه هو الحل؟ قالت له: عم حمدان اللي بيمشي معاك في كل القوافل واللي بيدير التجارة راجل عارف كل الشغل وعارف كل التفاصيل، خليه يروح مع عمار وهو اللي هيوجهه ويبقى إحنا مطمنين إن عمار هيعرف يتصرف صح. حلو الرأي ده؟ كويس؟ حلو. انتوا توافقوا عليه؟ عم عمران نده عمار وقال له: يا عمار انا موافق انك تطلع في القافله بس على شرط. قال له: ايه هو الشرط ده يا والدي؟ قال له: عم حمدان هيطلع معاك. عمار سكت وزعل، قال له: لا انا عايز اروح لوحدي. قال له: لا ما ينفعش تروح لوحدك، عم حمدان فاهم كل حاجه وهو اللي لو احتجت اي مشوره هو اللي هيساعدك. لكن عمار قال لوالده: طيب على شرط اللي انا اقوله هو ينفذه. قال له: ازاي كده؟ قال له: عشان خاطري انا كل الحاجات اللي هقولها هتبقى صح، انا عارف ومتاكد وواثق، ارجوك يا بابا. قعد يتحايل على باباه، بابا وافق وقال: خلاص زي بعضه وهنشوف انت هتعمل ايه. عم حمدان يقول له: عمار لسه صغير مش هيعرف يتصرف. قال له: معلش المره دي انا هحطه في اختبار واشوفه هيتصرف ازاي في كل البضائع والاموال اللي معاه في القافله. مشيت القافله مسافة طويلة طويلة طويلة، وبعدين قعدوا يرتاحوا في مكان. عمار بس حواليه كده لقى إيه؟ حقل كبير قوي مليان زرع ومليان خير ومليان فاكهة، ولقى فلاح عمال يشتغل بنشاط ماسك الفاس وعمال يقلب في الأرض ويسقي الزرع ويشيل الزرع كده اللي هو خلاص المحاصيل اللي استوت يحطها كده في كيس لوحدها، وعمال يشتغل والعرق عمال ينزل على وشه. قال له: إيه ده؟ أنت بتعمل إيه؟ قال له: بشتغل. قال له: الأرض دي بتاعتك؟ قال له: آه بتاعتي. قال له: إيه أكتر حاجة مهمة في الأرض دي؟ قال له: والله أنا أكتر حاجة بتهمني في الأرض وبشتغل بيها في إيديا كمان على طول ما بتسيبهاش هي الفاس، الفاس دي بصراحة هي كنز. عمار فكر وقال: ياه الفاس بتعمل كل ده؟ قال له: طبعًا، أنا من غير الفاس هعرف يحفر الأرض؟ لا. من غير الفاس هيعرف يقلب الأرض أو يزرع؟ لا. لا. سكت كده وقال له: طب يا عم تبيع الفاس دي بكام؟ طيب أنا بيعها لك بس آخد نص القافلة اللي معاك، هياخد نص الجمال بالبضائع اللي عليه عشان يديله الفاس. عم حمدان يقول له: ايه اللي بتقوله ده يا عمار؟ هنديله نص القافله عشان ناخد فاس؟ يقول له: بقول لك ايه يا عم حمدان، اسمع الكلام، انا قلت لوالدي ان انا هعرف اتصرف، بكره تشوف انا هعمل ايه. عم حمدان قال: امري لله. الفلاح فرح خد نص القافله وادى لعمار ايه؟ الفاس. عمار ماشي بقى فرحان فرحان انه خلاص كده يعني ايه بقى معاه كنز. الفلاح قال ان الفاس دي ايه؟ كنز. كنز. مشيت القافلة يا أصحابي، وقفت شوية ترتاح، وعمار لقى طابور ناس كتير 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 واقفة. الناس دي واقفة بتعمل إيه؟ عم حمدان يقول لعمار: يلا يا عمار نكمل المشوار، يلا تعطلنا. يقول له: استنى بس يا عم حمدان أشوف الطابور ده والناس دي كلها واقفة مستنية إيه؟ مش يمكن حاجة هنستفيد منها؟ يقول له: نستفيد من إيه؟ يلا ندخل نبيع الحاجة في السوق. عمار ما يسمعش الكلام، فضل يقرب 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 لحد ما شاف رسام واقف معاه الريشة والألوان. وكل الناس دي عارفين واقفين ليه؟ عشان كل واحد منهم عايز الرسام يرسم له صورة. الله، إيه كل الصور الحلوة دي؟ الرسام شاف عمار قال له: إيه عايز صورة؟ قال له: آه ارسم لي صورة. وقف عمار
وشاف الرسام ماسك الريشة والألوان، بسرعة يرسم ويبص لعمار شوية ويرسم شوية، وبسرعة خلص الرسام الصورة واداها لعمار. قال له إيه ده؟ دي أنا بالظبط، دي شبهي. قال له أنا بالريشة والألوان أقدر أرسم أي مكان وأي إنسان. عمار يبص لقى قدام الرسام طبق مليان فلوس قد كده. قال له إيه الفلوس دي؟ قال له كل واحد برسم له صورة باخد منه فلوس. قال له كل ده؟ قال له آه، البركة في الريشة والألوان. عم حمدان يقول له يلا يا عمار خلاص رسم لك الصورة وخدنا الصورة ودفعنا ثمنها، نمشي بقى. قال له لا 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 استنى، ده أنت مش عارف حاجة يا عم حمدان، ده أنا لقيت كنز هيخلينا ولا نتعب ولا نمشي في الصحراء ولا الجميل ولا كل الكلام ده، احنا هيبقى معنا فلوس كتير قوي قوي قوي. تفتكروا بقى هيعمل ايه عمار؟ هياخد الريشة والألوان. راح عمار للرسام وقال له عمي يا رسام. قال له انا رسمت لك الصورة، عايز ايه تاني؟ قال له لا 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 لا، انا عايز الريشة والألوان. قال له هو انت بتعرف ترسم؟ قال له مش مهم، انا بس عايز الريشة والألوان، تبيعهم بكام؟ الرسام استغرب وقال له غريبة، لما ما بتعرفش ترسم عايز الريشة والألوان ليه؟ قال له أنت مالك؟ أنا قلت لك اللي أنت عايزه هتاخده. بص الرسام على القافلة قال له القافلة دي بتاعتك؟ قال له كلها بتاعتي وكل اللي على الجمال ده بتاعي، شوف عايز إيه؟ قال له طيب إن كان كده بقى أنا آخد تلت اللي معاك. موافق على طول قال عمار. عم حمدان لقى الرسام بسرعة عمال ياخد الجمال، أنت بتعمل إيه؟ قال له خلاص إحنا اتفقنا، صاحبك خد الريشة والألوان وأنا هاخد الجمال، ده اتفقنا. صح اللي عمله عمار ده؟ لا لا. لتاني مرة عمار يعمل نفس التصرف وعم حمدان يبقى زعلان ويقول له إيه بس اللي بتعمله ده يا عمار؟ يا عمار ما بعناش ولا حاجة، معقولة ده كلام؟ يقول له يا عم حمدان اسمع الكلام، تفتكروا عمار هيكرر الغلط ده لتالت مرة؟ مشيت 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 القافلة وراحوا بقى البلد كده زحمة وفيها ناس كتير، ولقوا واحد واقف بيقول صندوق العجب بيجيب الجواهر والذهب، أدخل إيدي في الصندوق تطلع مليانة ذهب. إيه ده؟ كل ده ذهب وكل دي جواهر؟ مش معقول، الصندوق ده فيه كل ده؟ قال له أنا ساحر وصندوقي صندوق العجب، اللي يحط إيده فيه يطلع مليانة جواهر وذهب. يا خبر، ده ذهب، ده فعلاً ذهب. شفت يا عم حمدان؟ قال له ملناش دعوة، ده ساحر، إحنا مش زيه. قال له لأ، الصندوق مليان ذهب، أنت ما شفتش الذهب؟ الذهب أهو، الذهب في إيديه. عم حمدان يترجاه ويقول له حرام عليك، سمع عمار الكلام؟ لا لا. راح للساحر وقال له عم يا ساحر أنا عايز الصندوق. قال له صندوق إيه؟ قال له الصندوق بتاعك ده اللي فيه الذهب، صندوق العجب اللي بيجيب الذهب، شوف عايز كام وتديني الصندوق. الساحر طبعاً إيه فكر شوية وقال له خلاص خد الصندوق وأنا أخد الجمال دي كلها وزي بعضه، خلي ليك جمل والراجل اللي معاه الجمل. عمار ما فكرش، اتسرع ودى للساحر بقية الجمال، ما فضلش غير جمل هو راكب عليه وجمل تاني لعم حمدان. عم حمدان قال له ها نعمل ايه دلوقتي؟ كل القافلة تصرفنا فيها، هنعمل ايه؟ هنرجع لحاج عمران نقول له ايه؟ معناش فلوس؟ فرطنا في كل القافلة؟ قال له لا، معانا تلات كنوز. قال له تلات كنوز؟ فين هما التلات كنوز؟ قال له أول حاجة الفاس، أنت نسيتها؟ الفاس. قال له والفاس دي هتعمل ايه؟ قال له لحظة واحدة، الفلاح قال بتجيب الذهب. مسك عمار الفاس وقعد يحفر في الارض، طلع الذهب؟ لا لا. جاب الذهب؟ لا لا. عم حمدان يقول له فين الذهب يا عمار؟ قال له مش مهم، ضحك عليا في الفاس، لكن انا لسه معايا حاجات تانية، معايا الريشه ومعايا الالوان، اهو اقف بقى كده يا عم حمدان وانا ارسم لك صوره. قال له انا مش عايز صوره، استنى بس دلوقتي انا همسك الريشه والالوان والناس هتقف قدامي طابور زي الرسام. قال له وانت هتعرف ترسم لهم صوره؟ قال له ريشه ترسم والالوان، يعرف يرسم؟ لا لا. ريشة يرسم، مسك الريشه والالوان يقول لريشه ارسمي، رسمت الريشه؟ لا لا. الله، انت مش كنت بترسمي في ايد الرسام؟ مش عايزه ترسمي ليه في ايدي انا؟ الريشه ردت عليه؟ لا لا لا. سكت عمار واتضايق، راح ماسك الفاس مكسر الالوان وكسر الريشه. وعم حمدان يبص ويتفرج ويقول له قلت الكلام ده يا عمار؟ كنوز ايه اللي احنا خدناها؟ قال له لا خلاص الوقت احنا معانا بقى الكنز اللي انت شفته بعينيك، احنا معانا الصندوق ومعانا الذهب، اهو الذهب اهو والصندوق اهو. حط ايده عمار في الصندوق، لا ذهب؟ لا. طلع معاه ذهب؟ يحط ايده في الصندوق مفيش حاجه، فين الذهب؟ انا اشتريت الصندوق بالذهب. قال له الذهب ده خفه يد من الساحر،
على طول اداك الصندوق وقبل ما اديهولك خده. وبعدين على فكره بقى ما هوش ذهب. قال له يعني ايه؟ قال له يعني احنا بعنا الغالي بالرخيص، بعنا كل البضائع وتصرفنا في الجمال عشان حاجات رخيصه. دي كنوز دي؟ لا لا. قال له بس كل واحد قال انها بتجيب ذهب. قال له الفاس في ايد الفلاح اللي بيتعب ويشقى وكل يوم يصحى بدري يشتغل تجيب له ذهب، لانه بيشتغل ويتعب. والريشة والألوان في إيد الرسام اللي ربنا اداله موهبة تجيب له ذهب، لأن عنده موهبة ويعرف يرسم. لكن ريشة والألوان من غير الموهبة تجيب ذهب؟ لا. قال له والصندوق؟ قال له الساحر ده عنده حاجة اسمها خفة يد، يعني بسرعة يقدر يتصرف ويطلع حاجات وإحنا مش شايفين، يبقى مخبي الحاجة في إيده، مخبيها في لبسه ويطلعها ويوهمنا إنه طلعها من الصندوق. وفي النهاية كل دي حاجات ملهاش أي قيمة. يا عمار، دي كنوز، دي أرخص كنوز ممكن حد يفكر فيها أو يجيبها. ليه يا عمار؟ لأن عمار كان عايز كل حاجة تجيله من غير ما يتعب، من غير ما يشتغل. حلوة القصة؟ حلوة. إيه عجبنا في قصة أرخص كنوز النهاردة؟ اللي هو لازم يحافظ على حاجته عشان حاجته تجيب له اللي هو عايزه. بالظبط كده. هل هو تصرف صح؟ لا. كل مرة يغلط نفس الغلط؟ آه. إحنا لو غلطنا مرة مش بنتعلم من غلطنا؟ آه. والحاجة اللي بتيجي سهلة بتروح سهلة؟ آه. طبعاً عمار لما رجع بابا هيبقى عامل إيه بقى؟ أكيد هيزعل. هيزعل منه جداً. هيزعل. وقال له دي أول وآخر مرة أخليك تطلع لوحدك، لأن عايز أقول لكم حاجة يا أصحابي، الثقة دي حاجة غالية جداً، ولما نقول إن إحنا نقدر نعمل حاجة لازم نبقى عارفين إن إحنا فعلاً نقدر نعملها. أصحابي، أتمنى قصتنا النهاردة تكون عجبتكم وتكونوا عرفتوا إن الثقة دي حاجة غالية جداً، وإن إحنا لما نطلب من بابا أو ماما إن إحنا نتحمل مسؤولية حاجة لازم نبقى قدها ونبقى عارفين إزاي هنتصرف في المسؤولية اللي إحنا طلبنا إن إحنا ناخدها. لكن إن إحنا نطلب إن إحنا نبقى مسؤولين عن حاجة ونتصرف غلط، يبقى كده هيفقدوا الثقة فينا، وبعد كده لو طلبنا حاجة مش هيوافقوا عليها. شفنا عمار لما طلب من والده أنه يطلع بالقافلة لوحده، ما كانش عارف يتصرف، وكمان غلط غلطة تانية أنه اسمعش نصيحة الأكبر منه عم حمدان اللي دايماً بيطلع مع والده في القافلة وعارف كل التفاصيل وعارف إزاي يتصرف. عم حمدان كان ممكن ينقذ عمار مرة واثنين وثلاثة، عمار يغلط نفس الغلطة وما يسمعش نصيحة عم حمدان. والنصيحة مهمة وغالية لما بتكون من حد بيحبنا وعايز دايماً يشوفنا بنتصرف صح وخايف علينا. دي كانت قصتنا النهاردة، أرخص كنوز. أتمنى تكون عجبتكم، وأشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ماما سامحة.